أهلا بكم من جديد. باتت لعملية البحث عن عمل أساسيات وأصول تساعد الشخص في تسويق نفسه وإيجاد الوظيفة الأنسب لخبراته، وللحديث عن هذه الخطوات معنا سهيل المصري نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.com. أهلا وسهلا بك معنا. بالفعل قمتم بدراسة أكدت على وجود قواعد معينة يجب اتباعها عند عملية البحث عن العمل. ربما الشخص يعني يبدأ بالبحث عن العمل دون معرفة بأنه في خطوات أساسية ستساعده على الوصول إلى الوظيفة التي يطمح بها. من بين هذه الخطوات كان الحديث عن تخصيص السيرة الذاتية. نعم. شو أهمية أنه بالفعل الشخص يكون عنده سيرة ذاتية متخصصة؟ نعم. شكرا لك في البداية وبهنيك على هذا البرنامج المميز. شكرا. طبعا زي ما بتعرفي اليوم تعتبر السيرة الذاتية بشكل عام هي همزة الوصل ما بين طالب العمل وصاحب العمل، فهي وسيلة لإظهار مميزات الشخص وقدراته ومهاراته لصاحب العمل. فمهم جدا أنها تكون هاي السيرة الذاتية عبارة عن ملخص للسيرة المهنية والسيرة الأكاديمية للشخص. اليوم يعني حسب الدراسات وجدوا أنه صاحب العمل ما بقضي أكثر من 10 ثواني للنظر على السيرة الذاتية. سريع يعني. سريع، وبالتالي هذا بحط يعني كمان سبب انه الشخص ينتبه لمضمون السيرة الذاتية وشكل السيرة الذاتية حتى تلفت الانتباه من البداية. اليوم وجدوا بعض الدراسات انه اصحاب العمل بفضلوا السيرة الذاتية القصيرة اللي ما بتتعدى من صفحة الى صفحتين. فإذا اليوم نظرنا إلى ما أهم قسم من هاي السيرة الذاتية هو قسم الخبرة العملية، بالتالي أنها بتظهر خبرة الشخص ومدى تناسبه مع متطلبات الوظيفة. فهذا بشكل عام. طبعا إذا تكلمنا على السيرة الذاتية المتخصصة هي أنه تكون السيرة الذاتية موجهة للوظيفة المطلوبة بتخصص معين. أهمية هاي السيرة الذاتية المتخصصة أنك بتعطي فوكس أو تركيز على تخصص معين، وبالتالي تعطي مجال لصاحب العمل أنه يدقق في مهاراته وقدرته في وظيفة معينة. طيب. وبتزيد من يعني أنه الشخص يتناسب مع الوظيفة. إلى جانب السيرة الذاتية المتخصصة، إلى أي مدى مهم أيضا متابعة سوق العمل ومتابعة كل الأخبار المتعلقة به أيضا، وكيف ممكن القيام بذلك؟ حلو. طبعا هذا لا شك يعني من أهم الخطوات التي يجب أن يقوم بها الشخص، متابعة سوق العمل وفهم متطلبات سوق العمل. طبعا الطريقة لمتابعة هاي هي طبعا من خلال القنوات، يعني واحدة من هاي القنوات هي يعني برنامجكم وقناتكم. نعم. بالإضافة لعدد قنوات. طبعا اليوم الاتجاه عم بيمشي على الموضوع الإنترنت، فمهم كتير الشخص يكون في عنده وجود على شبكة الإنترنت. من أهم يعني احنا كشركة بيت.com نعمل عدة دراسات، نعمل دراسات دورية بشكل يعني خلال السنة، هي الهدف منها توضيح متطلبات سوق العمل وإيش هي القطاعات وإيش هي الأعمال اللي حاليا بتوظف. فواحد من هاي الدراسات اسمه مؤشر سوق العمل. فمؤشر سوق العمل بنظر على الاكسبكتنسي، توقعات سوق العمل خلال الأشهر القادمة، بنظر على ما هي القطاعات اللي سوف تقوم بالتوظيف، حجم التوظيف، وما هي متطلبات أصحاب العمل. فضروري جدا اليوم كطالب عمل يفهم متطلبات سوق العمل حتى يظهر المهارات والقدرات الموجودة اللي عنده، حتى يستطيع أنه يعمل ماتشينج أو يناسب الوظيفة المطلوبة. طيب ذكرت قبل قليل بحديثك الانترنت صار جزء لا يتجزأ من حياتنا. أكيد. بل ممكن نعتبره إحدى النوافذ اللي منطل من خلالها على هذه الحياة. إلى أي مدى الانترنت مهم أيضا بعملية البحث عن الوظيفة؟ الحقيقة اليوم السيرة الذاتية كورقة غير كافية لإظهار المهارات والقدرات. فاليوم معظم الناس على الانترنت، يعني اليوم قبل ما تروح أي شخص يروح على انترفيو ببحث عن الشركة على الانترنت، أو إذا الشركة قبل ما تعمل انترفيو بتبحث عن الشخص في وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت. فضروري جدا على كل شخص يكون في عنده صفحة عامة أو بطاقة تعريف إلكترونية على الانترنت. واليوم احنا مثلا عندنا على الموقع بيت في عندنا صفحة عامة تستطيع أنها تعطي مجال للشخص أنه يتواصل مع
الزملاء اللي بنفس التخصص أو مع حتى أصحاب العمل، فمشاركته وتواصله مع الأشخاص الثانيين بتعطيه كمان يعني تميز، وبتعطيه وجود على الإنترنت، لأنه اليوم ضروري جدا أنه يكون في عند الشخص وجود على الإنترنت وبطريقة بروفيشنال، يعني إجاباته عن الأسئلة، طرح الأسئلة وتقديم بعض المعلومات كمان بتزيد من فرص أنه هذا الشخص يتم انتقائه للوظيفة. في أحد الدراسات وجدوا أنه 82% من أصحاب العمل بيبحثوا عن الشخص في الإنترنت، يعني بفوتوا على جوجل بحطوا الاسم وبشوفوا إيش المعلومات العامة عن هذا الشخص، و92% قالوا في بعض الدراسات على أنه العلامة التجارية للشخص اللي بتميز الشخص بتساعده أنه يحظى بوظيفة أعلى، يحظى بشانس أو فرصة أنه يعمل مقابلة أعلى. يعني لهاي الدرجة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي صارت فعلا مهمة بكل شيء بحياتنا. سهيل المصري نائب الرئيس لحلول التوظيف في بايت.com، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.